بالعودة مشاهدينا للأخبار العاجلة التي أوردناها قبل قليل بشأن الرشقة الصاروخية من جنوب قطاع غزة باتجاه بلدات الغلاف، معنا من خان يونس مراسلنا أحمد البطة ليضعنا في تفاصيل أوفى. أحمد، ما الجديد لديك وآخر التطورات أيضا؟ نعم أحمد، التحديث الميداني الأخير أننا سمعنا أصوات 4 انفجارات في نطاق المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، هي ناجمة عن صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية لمحاولة اعتراض صواريخ للمقاومة الفلسطينية انطلقت من المناطق الشرقية في جنوب القطاع. هذه العملية تأتي في نطاق عمليات التوغل الإسرائيلي المستمرة لليوم الثاني أو الثالث على التوالي في منطقة بلدة الفخاري في محيط مدرسة الفخاري الحكومية في تلك المنطقة، وعلى مدار يومين ماضيين تواصل قوات الاحتلال بالجرافات والآليات العسكرية تجريف تلك المنطقة وتدمير محاصيل زراعية واسعة للمزارعين، بالإضافة لغارة إسرائيلية من سلاح الجو كانت قد استهدفت منزلا قبل دقائق من الآن لعائلة العمور في تلك المنطقة. حتى اللحظة لم يصل تحديثا إذا ما كان هناك جرحى أو مصابين، لكن على الأقل تلك المنطقة تستهدف بشكل مباشر منذ يومين بقصف مدفعي، وأيضا غارات إسرائيلية استهدفت على الأقل 4 منازل خلال اليومين الماضيين في تلك المنطقة. أمام ذلك نحن نتحدث عن 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية خلال الليلة الماضية استهدفت منازل في مخيم جباليا، منزلين على الأقل استشهد منهم في هذه الغارات مواطن ونقل عدد من الجرحى، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بجراحها جراء قصف إسرائيلي يوم أمس في مخيم الصيرات، بالإضافة لشهيد آخر باستهداف منزل في المنطقة الشمالية الغربية لمركز المدينة خلال ساعات فجر هذا اليوم، وأيضا غارة أخرى فجر اليوم كانت على منزل عائلة المطيري في المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة في خان يونس منطقة جعل جرين، استهدف هذا المنزل ونقل وانتشل من تحت أنقاضه 5 من الشهداء من بينهم طفلين على الأقل وسيدة. هذه الغارات تأتي في خضم وتيرة القصف الإسرائيلي المرتفعة، لا انخفاض لكثافة النار أمام ما يحدث حتى في الجبهة الشمالية. نحن نلحظ ونتابع ارتفاع أعداد الشهداء خلال اليومين الماضيين، يوم أمس على الأقل أكثر من 30 شهيدا، قبله بيوم نتحدث عن أكثر من 50 شهيدا، ولا زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة بذات الوتيرة وحتى العمليات العسكرية على الأرض. نحن نشاهد هذه العملية التي استمرت منذ يوم أمس وقبله بيوم، وتتواصل بعمليات تجريف في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس. وكان جيش الاحتلال أيضا قد توغل شمال القطاع في منطقة الشيماء في بيت لاهية، وأيضا أحدث دمارا واسعا فيما تبقى من منازل المواطنين، بالإضافة لتجريف محاصيل المزارعين. لذلك نحن نتحدث عن هجمات إسرائيلية من الجو ومن البر أيضا متواصلة بذات الوتيرة تفاقم الأوضاع الإنسانية وتضاعف أعداد الشهداء.